يلا بسرعة. حاطت بعد بعلبهم مصاري شيء؟ لا خسرت فراغ. لا خسرت. يلا مرحبا كيفكن؟ انتم منيح يعني احنا منيح، مبسوطين يعني احنا مبسوطين، زعلانين ممنوع تكونوا زعلانين لانه معكم هاي الفنية لازم تكونوا 100%. مرحبا مشاهدينا، كيفكن؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب وبسلام وبصحة جيدة. نحنا مثل العادة بنشتاق لكم كتير، مثل ما شايفين عم ننزل اعمال كتير على القناة، من كليبات للمسلسل اللي كنا عم ننزل لكم اياه، وطبعا هلا عم نحضر لمسلسل جديد واعمال جديدة وكليبات جديدة. بدي اقول دغري من اول البداية انه يا مشاهدينا انتو دايما بتحبوا الاعمال، بتحبوا اعمالنا الغنائية، ولذلك من الاعمال الغنائية يلي بتحبوها كان التحدي الصبيان والبنات، وعملنا لكم جزء تاني منه، وعملنا لكم كمان اغنية عن الدرس ما عم بعرف ادرس، واتنيناتهم عملتوهم تريند بالوطن العربي، وشكرا لكم اكيد لانه انتم بتدعمونا وانتم بتنجحونا. شو بعد بدي اقول؟ بدي اقول كمان انه نحن عم نعمل جزء تاني من كليب الحرامي، واسمه هالمرة مش طب علينا حرامي، فات لعنا حرامي. الكليب رح يكون كتير قوي، اقوى من الجزء الاول، وكتير الغنية مهضومة وكلمات حلوة والحان حلوة وتوزيع موسيقى كتير حلو، طبعا توزيع الاستاذ مالك سويدان اللي بيوزع لنا كل اغانينا بالموسيقى وبمكسجها عنده باستديو. شو بعد بدي اقول؟ بدي اقول انطروا المسلسل، اجلناه شوي صغيرة كرمال عنا تحضير لحفلة بالنبطية. لقونا بلبنان نهار الاحد ب 30 حزيران الساعة 8:30 المغرب، بعد المغرب 8:30 المساء يعني بعد المغرب، مش هيدا الاحد اللي بعده. لقونا نكونوا كتار 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 بسوق النبطية لنغني سوا ونفرح سوا وننبسط سوا. ببلاش يا جماعة كمان مجانا. بدي اقول كمان انه الكليب الحرامي بكره رح ينزل باذن الله، ما رح حدد لكم وقت بالضبط اي ساعه لانه نكون عم نشتغل عليه، ولكن بكره رح ينزل وكليب كتير حلو، كتير 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 حلو. هلا شو عندنا تحدي يا اشرف؟ تحدي شو بدك تسميه؟ ما له تسميه، بس انه شوفوا يا مشاهدينا بدنا نبرم هيدا السهم، هيدا السهم بده يبرم، وين بيجي السهم بياخذوا هيدي الشيء، مثلا هاي سوسات كبيرة كتير كبيرة، بيطلع بقلبها شيء، في بقلبها موجود شيء، مصاري، ممكن يكون موجود لعبة، ممكن بونبوني، ممكن ما يطلع شيء، ممكن عقاب، ففي مصاري ممكن. فالمهم لعبة حظ، خليكم معنا لتشوفوا مين رح يطلع له الجائزة الكبرى. في الجائزة الكبرى، في جائزة كبيرة هي عبارة عن 100 دولار، ما بعرف لمين رح تطلع، ما بعرف لمين رح تطلع، لا مليكة ولا لا أمير ولا لا محمد ولا لا زهراء ولا لا حلا ولا لا خالته نور. أشرف رح يشارك معنا هالمرة لأنه بده يصور شورت تحدي، مشاريع براسي أعملها بال100 دولار. أوكي، فيا مشاهدينا قبل ما نبلش شو بنقلن؟ وهلا رح نبلش التحدي مع مين؟ مع مليكة. يلا جاهزة؟ جاهزة. يلا لحظة هلا فتل. فإذا على القلب الحمراء طلع على نينة ماي، صحتين اشربيها. اللي بعده، اللي بعده محمد ما بعد. خلص لا ما بتخسر بلا بلا، خلص طلعت على الفراغ، هيدي القانون. بطرح ما بيطلع السهم على اصفر. يلا يا امير شو طلع لك؟ خيارة، صحتين. يلا روح خدها معك. حلا هون، شو طلع لك لنشوف؟ سوسات، صحتين. ما تكسر اسناني. يلا لحظة، لا على نفس لا لا لحظة برا. هي كانت هون، كانت هون يعني. طب عديها عديها، لا لا عديها لأنه قريبة عليها، إذا كانت قريبة بتعيدها. خسرتي. يلا خسرت. لنشوف خالته نور على الزهر. على الزهر.
شو طلع على خالته نور؟ شو طلع على؟ شو؟ كمان؟ سوسيت. طيب بعد في اثنين نرجع من الاساس بنعيد. بدكم نعيد نعبي الكل؟ يلا خليكم معنا يا مشاهدينا لنعبي لهم اشياء جديده طبعا ما يشوفوها. من بعد ما غيرت المحتوى الموجود داخلهم عم نعمل جوله ثانيه لنشوف مين راح يربح. في جائزه هلا نص كبرى، مش كبرى كامله، نص يعني $50 لنشوف مين راح يربحها. يلا جاهزي يا مليكا؟ لنشوف. مليكا حاسه حلوه عم تربح شيء. لنشوف. هاي اللي بعده $50 اللي بعده. اسمع انا ما بعرف. يلا عالزهر. يلا ليف جالي. فرجين عليها فرجين عليها فرجين عليها. هلا بعطيها للماما. تعطيها للماما. يلا روح امير. يلا لا ممنوع ممنوع. شو لا مش من عاده مش محسوب يا قصدي على الاحمر. على الاحمر. يلا عندين برفيوم. يلا خسرت على السفرة. طيب خسرت بعيدة عنا كتير. لا لا بعيدة بعيدة. إذا ما بيربح هلا زهراء الزرقاء. لا مش بعيدة. لا بعيدة 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 بعيدة. يلا يا نور خالته نور عالسفرة. جيبوا لها الخردل. ليش عرفك؟ لا لحظة لحظة خلينا نشوف ليه عم تقول قبل. عقاب فرجينا فرجينا على العقاب فرجينا على العقاب. فإذا العقاب خردل. يلا ما خصنا هيدي ما خصنا نقطة. نقطة بالملعب. في ملعب هونيك. يلا حطي بالملعب. ممنوع هيدا قانون اللعبة. ماي مع ماي في ماي في ماي هيها ممنوع. بكون تنفذوا بدكم تنفذوا العقاب. ساعدني ما ضبطنا. هيا هيا يعني ما عليه اسمحي لنا فيها. هيدا اسمه عقاب. طب بضل مايونيز بس نص يعني بعد ما هيك بس حرام بس. خلص هي ريال. لا مشكلة رجع تاني الخير. يلا يلا خلص. يلا يلا خلص مش الحال. فإذا يا مشاهدينا خليكم معنا لنشوف الجولة الثالثة. جاهزة يا مليكة؟ جاهزة. يلا اصفر ساعة سمارت. مبروك. يلا محمد هيدي البيضة الصفرة. صفرة شو فيها؟ شو؟ ريحة. واو برفيوم و وعوينات سباحة. يلا أمير ما أحلى من ولا شيء. عالزرقة عالزرقة. يلا يا أمير سيارة سيارة لعبة سيارة. يلا الحمراء بيضة حمراء. مليونين مليونين وعلبة تلوين. يلا بعد في نور وخالت وزهراء وخالت نور. ولا حتى ليف الجلي. في بعضهم عقاب هيدا. $450,000 $400,000. يلا بعد في وحدة. بعد لا ما السهم. بلا بدها تيجي عليها. رح اعمل لك محاولتين فيها هيدي. يلا هي محاولة اثنين. يلا شو رح يطلع لها؟ شو رح يطلع لها؟ $10. بدكم بعد جولة تطلع لكم $100؟
بدكم جولة بعد؟ يلا جولة بعد. وهي الجولة الأخيرة مع مليكة محمد أمير حلا زهراء خالته نور. جاهزين؟ جاهزين. هلأ الجائزة الكبرى موجودة لنشوف لمين رح تطلع. ايه $100 كام؟ يلا يلا يا مليكة. يلا لنشوف. $100 ربحتها مليكة. حرام ليك وخالته نور كيف انصدمت. ليك القهر. تعطيني 50 ومعي 10 صاروا 60. يا مليكة ما تعطي ما تتعود تعطي لحدا. خلي قلبك ما تخلي قلبك طيب. بلبسها وبهتم فيها ما بيأثر. ما تخلي حدا يستغلك. يلا يا محمد. بدي اخذها. يلا يلا بسرعه. حاطط بعد بقلبهم مصاري شيء؟ لا خسرت فراغ. لا خسرت. يلا الحمراء يا امير. شو طلع لك؟ فرجينا فرجينا طلع لك مجموعه العاب. هاي هاي والكاميرا مروحه. يلا في شو بتكيف الحراره. يلا يلا يا حلا. لحظة وين؟ أيا عديها بين وبين. لأنه بين وبين عديها بين وبين. يلا تيلة حبة بندورة صحتين. فراغ خسرت زهرة. أضرب حظ اليوم يا رب يا رب. جاهزة؟ في بعد بعدهم مصاري؟ ما بعرف شوفي. لحظة 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 وقعت هيدي. يلا هاي عديها لأنه بين وبين كأنه ايه الصفرة غريب. ليه عم تطلع على الصفرة؟ في الأربع عقاب؟ ما بعرف. أشرب عقاب. زهرة ما بحب أروس. فازا يا مشاهدينا. يعني رجعوا تجمعوا كلكم عملوا معروف. اشرب. المهم على اساس تطلع لمليكة. مشاهدينا الكرام لهون بيكون انتهى التحدي. افتحوا ونشوفوا شو بقلبهم. عقاب تاني. احول عينك وغني. وهيدي فاضيه. فازا امير يلا احول وغني. احول وغني. غني. ايه ما هي هيك العقاب. شو في بدك تغني؟ انا بعملها. ايه شي غني. قلتو زمان انت ونحاول. انا ايه هيك. قلتو زمان. وين؟ انا قلتو زمان انت حكايات واحلام. يلا خلص خلص لهون بكون انتهى التحدي. كان تحدي حلو ومضحك وفي ربح كتير. منحبكم كتير منحبكم كتير. خالته نور عم تحاول تسرق مليكة. عم تضحك عليها وعم تستغلها. فلهون يا مشاهدينا بكون خلص هذا التحدي. كان مضحك ومسلي وفي ربح وحلو كتير. لكم الكذب لكم النفاق عشان تاخد مصرياتها. فخليكم معنا عطول دعمونا. ما تنسوا تشتركوا بكل قنواتنا. قناة زهراء قناة جولي قناة هيدي القناة الأساسية وقناة الأفلام. وعن جد عم نحضركم لقناة محمد ومليكة. ولكن شوي عم ننضغط والله العظيم ما بين تحضيرات كتير 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 كتير. يعني نحن أكتر ناس بكل اليوتيوب. عندنا كتير أعمال بكتير قنوات. بدعمكم أنتو دايما بننجح لو تعبنا. لما توصلنا للنجاح ننسى كل تعبنا. منحبكم كتير. قبل ما نختم شو منقلون؟